خليني اقول لك كمان يا محمد واقول للساده المشاهدين ان من ضمن الاخبار الجميله كمان اللي اعلن عنها الرئيس امبارح كانت في جلسه نموذج محاكاه الاتحاد من اجل المتوسط. قال فيها ايه؟ قال ان مدينه العالمين الجديده هتكون منطقه اور متوسطيه للتعليم العالي والعلوم والبحوث، كل الكلام ده ان شاء الله هيكون بحلول عام 2021. ده ضمن خطة مصر للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وهنا أنا بتكلم على سواء التعليم الجامعي أو التعليم ما قبل الجامعي، وإن شاء الله كده تكون مصر قبلة لكل الباحثين عن العلم والمعرفة في المستقبل القريب جدا إن شاء الله.